للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. أستاذ محمود، بعد التحية، يعني تقلبات للطقس فجأة ظهرت في هذا اليوم بعد أن كان ربما الطقس معتدل في الفترة الأخيرة، متى ستستمر أو إلى متى ستستمر هذه الموجات أو هذا الطقس السيء؟ مساء الخير يا فندم، على حضرتك أهلا وعلى بحضرتك. كل الساده المشاهدين. طبعا وفقا لما اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه منذ اكثر من 72 ساعه، قلنا ان في حاله عدم استقرار تشهدها البلاد ايام الاثنين والثلاث، ويوم الاثنين بالفعل كان في حاله عدم استقرار وسقوط امطار متوسطه الى غزيره ورعديه على السواحل الشماليه الغربيه كما ذكرنا، وحددنا سلوم، مطروح، اسكندريه، وامتدت الى مناطق من رشيد وبلطيم. ومنذ فجر اليوم الثلاث امتدت حاله عدم الاستقرار كما نوهنا الى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال سيناء ووسط سيناء. الامطار بالفعل متوسطه الى غزيره على بعض المناطق، وكان مصاحب ليها في بعض الاحيان سحب رعديه وتساقط لبعض حبات البرد السروج الخفيفه على بعض المناطق. حاله عدم الاستقرار دي من المنتظر ان شاء الله ان تستمر معنا حتى الساعات الاولى من صباح الاربع. بعد ظهر الاربع تستقر الاجواء على اغلب مدن ومحافظات الجمهوريه، وهتعود درجات الحراره الى معدلاتها الطبيعيه، وانحسار فرص سقوط الامطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، قد تصل او قد تؤدي الى ظاهره السيول النهارده وبكره ان شاء الله في وسط سيناء. نظرا للطبيعه الجبليه وتساقط الامطار على هذه الاماكن قد تتسبب في سيول متوسطه الشده. اما طبعا بالنسبه لباقي محافظات الجمهوريه ففرص الامطار فيها بتتلاشى بعد ظهر غدا باذن الله. نعم، يعني فيما يتعلق بالطرق، وما هي أكثر الطرق المتضررة من الشبورة المائية في الفترة القادمة يعني بسبب هذه الأحوال الجوية؟ لا، هو ما فيش شبورة خلال هذه الأيام، يعني فرص تكون الشبورة مش موجودة خلال حالة عدم الاستقرار دي. الأجواء تدريجيا بتستقر زي ما قلت لحضرتك بداية من ظهر غدا، والطرق هتبقى مهيئة لاستقبال المواطنين، الطرق السريعة المؤدية إلى كافة مدن ومحافظات الجمهورية، باستثناء طبعا مناطق شمال ووسط سيناء محتاجة طبعا من السادة المواطنين اللي بيتوجهوا إلى هذه المناطق متابعة الطرق ومتابعة فتح أو غلق الطرق نظرا لتكون الأمطار هناك على بعض المناطق المرتفعة شوية وطبيعتها الجغرافية، ممكن زي ما قلت لحضرتك تتسبب في سيول في بعض الأماكن هناك. يعني أستاذ محمود، يعني المشاهد ربما يريد الاطمئنان على عطلة نهاية الأسبوع، هل يمكن أن تطمئن الناس على اليومين القادمين؟ بإذن الله من ظهر الأربع الأجواء تستقر وتعود درجة الحرارة إلى المعدلات. خميس وجمعة فرص أمطار خفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية، يعني أجواء طبيعية في فصل الشتاء، شبورة مائية تبدأ تتكون في الظهور في مع عطلة نهاية الأسبوع. الشبورة المائية دي بتبقى ميعادها عادة بعد الفجر وبتستمر معانا لغاية الساعة 6-7 صباحا، فنرجو طبعا الالتزام والقيادة بهدوء أثناء فترة تكون الشبورة. نعم، الأستاذ محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.